طبعا كل نجوم النادي الاهلي سعداء، واميز بقى ما في كلامهم كلهم واللي مرتبط بكلام واحد هو ان هم بيسعدوا جمهور النادي الاهلي. زي ما احنا كنا شايفين في بدايه اللقاء كان تخليد لذكرى ال 74 شهيد طبعا من جماهيرنا واساميهم واحد واحد. البطوله دي فعلا لازم تروح باسمهم، لازم فعلا واحنا بنتكلم واساميهم موجوده اهو امامنا، اعتقد ان هي فعلا اهداء ومكسبها اهداء لارواح شهدائنا شهداء النادي الاهلي ومشجعينا اللي كانوا فعلا بيحبوا هذا النادي بشكل كبير جدا جدا. هذا الكيان العظيم دائما جمهور النادي الاهلي ده جمهور عظيم وجميل جدا جدا. دي اسماء طبعا شهدائنا رحمه ونور عليهم، وطبعا زي ما بقول لكم كانت دخله مميزه جدا، وهي يعني هم سموها مش دخله، هو تخليدا لذكراهم في يوم زي ده، وان شاء الله تبقى طبعا يعني جميله على طول باستمرار. واكيد النهارده فوز البطوله دي حاجه يعني مميزه بنديها لروحهم طبعا، وبنقول لهم رحمه ونور عليهم.